بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياكم الله سيد الرحمن. الحمد لله، السلام عليكم. التوفيق، الله يسلمك من النار. الحمد لله. أعزائي المشاهدين، حلقة هذه الليلة وهذا اليوم المبارك تشمل تعريفات متفرقة لأعلام وأحكام، نبحر من خلالها إيمانيا وأدبيا وتاريخيا وفقهيا بإذن الله تعالى. ونبدأ مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. فضيلة الشيخ، الفواطم إذا ذكرت في السيرة ماذا يراد بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فمعلوم أن كلمة الفواطم هي جمع لكلمة فاطمة، وفاطمة اسم لمؤنث، وقد سميت بهذا الاسم كثيرات من الصحابة. لكن الفواطم غالبا إذا أطلقت يراد بها ثلاثة: فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أم الحسن والحسين، وفاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. والأصل في هذا ما ذكره ابن حجر في الإصابة، من أن النبي ابن سعد في الإصابة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر علي رضي الله عنه أهديت له حلة من استبرق، فقال لعلي: اقسمها بين الفواطم، اقسمها بين الفواطم، يجعلونها خمرا، يعني ما تختمر به المرأة، ما يوضع غطاء على الرأس. قال علي: فقسمتها ما بين فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت أسد التي هي أمه، وفاطمة بنت حمزة، وذكر الرابعة، يعني لم يذكر الرابعة لكنه قال إنه قسمها بين أربعة. وبما أن عليا هو الذي قسم ولم يذكر لنا الرابعة، فأصبح صعبا أن نصل نحن إلى معرفة الرابعة. فنبدأ بالحديث بالخبر هذا جملة. نقول: الهدية مما يذهب وغر الصدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه وأهدى، أهدي إليه أي قبلها وأهدى. وكان مما يعرف به عليه السلام عند أهل الكتاب أنه لا يقبل الصدقة، أي لا يأكلها، ويقبل الهدية. نعم. وذلك أن الهدية تختلف عن الصدقة في أنه ليس فيها شيء من الامتنان، لكن إذا غلب على الظن أن المهدي أراد بهديته المنة، فالأكمل والأولى عدم قبولها. قال القائل: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة. الله، قبول ما يهدى إليك سنة، والترك ترك القبول، والترك أولى إن رأيت المنة. وهذا يختلف، والإنسان أدرى بمن حوله، على أنه أي الهدية تدل على عقل صاحبها. فالهدية تبين بجلاء عقل مهديها، كما يقولون ذلك في الرسالة وفي الرسول. فإن هذه الأشياء يعرف بها عقل صانعها، عقل المبتدئ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقسمها بين الفواطم. قال علي رضي الله عنه: فقسمتها. فاطمة بنت محمد معروفة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم السبطين الحسن والحسين. وفاطمة بنت أسد هي أم علي رضي الله عنه وأرضاه، وهي هاشمية مثله. وعلي رضي الله عنه أول هاشمي ولدته هاشمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام هاشمي، لكن أمه ليست هاشمية، أمه من بني زهرة، آمنة بنت وهب. لكن علي رضي الله عنه هاشمي وأمه هاشمية، واسمها فاطمة بنت أسد. لما ولد علي رضي الله عنه وأرضاه كان أبوه أبو طالب غائبا، كان في سفر، فسمته أمه أسد، أو سمته حيدر على اسم أبيها، لأن أباها اسمه أسد. فلما جاء أبو طالب لم يعجبه الاسم، وغيره إلى علي، سماه علي. فلهذا لما جاءت معركة خيبر قال علي رضي الله عنه: ذلك الذي أثر عنه، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فحيدرة الأسد. فهو إما قصد أن أمه أسمته أسدا بنفس اللفظ، أو سمته حيدر على أنه صفة للأسد، كلاهما محتمل.
فقال رضي الله عنه وأرضاه: أنا الذي سمتني أمي حيدر. فهذه فاطمة بنت أسد، والثالثة فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على أن فاطمة هذه لم تعقب، فالمشهور عند أهل العلم أن حمزة لم يترك عقبة، يعني ماتت فاطمة بنت حمزة دون أن تعقب، فالمشهور عند أهل العلم أن حمزة رضي الله عنه لا عقب له. أيا كان الأمر، فإن ثمة أشياء يمكن أن يصطنعها المرء عقلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حلة الاستبرق لا تجوز له، لأنها من حرير، والحرير محرم على الرجال، لكنه ما رد الهدي وما عنف مهديها، بل تصرف صلى الله عليه وسلم في الهدية بالطريقة التي تنفع، فأوصى عليا، ولم يوصي عليا أن يعطيها امرأة واحدة من أهل بيته، لأن هذا قد يغر صدور الباقين على البعض. فقال عليه الصلاة والسلام: اقسمها بين الفواطم. وكذلك العاقل إذا أهدى أو يهدى إليه، وإذا أراد أن يأتي في عامة من حوله، فالمساواة بينهم أو محاولة تطيب خاطر الجميع أو إرضاءهم جميعا، هذا يدل على كمال العقل وجلال الفضل، ويدل على بلوغ صاحبه مبلغة عظيمة في معرفة ما تطيب به النفوس، كما قال عليه الصلاة والسلام للآخر: سبقك بها عكاشة، وإنما أراد تطيب خاطره صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك الحال للإنسان إذا غاب وسافر أو أهدي إليه شيء أو أراد أن يقسم شيئا، لا يتخذ أحدا دون أحد، خاصة في كل زمرة مع بعضها البعض، فهؤلاء يجمعهم القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك أم ربيبه علي، والأخرى ابنته، والثالثة ابنة عمه وهي فاطمة بنت حمزة. فهؤلاء يجمعهم الاسم، يجمعهم القرابة، يجمعهم الصلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أنه أعطى زوجاته لأعطاهن التسع، لكنه لما نأى بالتسع كلهن لم يبقى في صدورهن شيء، لأنه أي من زوجاته لم تأخذ، وإنما أخذت زمرة أخرى من آل بيت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله يدل على كمال فضله وجليل خلقه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذه المعرفة أن العلم بالسيرة العطرة، والسيرة من جلالتها يمكن أن تقرأ عدة قراءات، ويتخذ عدة سبل لمعرفتها، إما ذكر الأعلام كما نصنع الآن، أو بذكر الأحداث كما في بعض الأحوال. والمراد من هذا أن يفقه الناس الحال التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الحال التي كان عليها بيت النبوة، وفيه مكارم الأخلاق وطايب الفضل وجميل الصلات. نعم، فتح الله لكم فضل الشيخ. فضل الشيخ صالح، ننتقل أيضا انتقالة أخرى. الأبلق، قصر بمدينة تيماء معروف، حوله أحداث تاريخية نريد بسط الحديث عنه. الأبلق طبعا هو اسم لطائر، لكن هنا ليس اسما لطائرة. الأبلق حصن، قصر، بناه رجل اسمه عادية يهودي، ثم ورثه عنه ابن له اسمه السموأل، وهو أزدي من اليمن رغم يهوديته. تضرب به العرب المثل في الوفاء، في القصة الشهيرة. الأبلق لما بناه كحصن عادية أصبح في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية الآن في تيماء، وكان هناك قصر آخر، حصن آخر منيع مثله، في دومة الجندل في أعلى الشمال. عندما تكون هناك أماكن ذات بال، فإن الدول في السياسات، وإلى هذا واقع إلى اليوم من الجاهلية، يحاول يعني السيطرة عليها، الوصول إليها، لأن الوصول إليها والنفوذ فيها والسيطرة عليها نوع من إحكام القبضة على ما يريد الإنسان أن يحكم قبضته عليه، أو ما تريد الدولة أيا كانت إحكام. كان في ذلكم القديم لم تكن الدول بمثل هذا المقام، لكن كانت القبائل، أو كانت بعض الدول التي كانت في شمال جزيرة العرب. الزباء ملكة تدمر حاولت أن تصل إلى مارد، وهو حصن في دومة الجندل، وإلى الأبلق الذي هو بناه عادية اليهودي في تيماء، وجهدت جيشها وجلبت رجالها، فلم تقدر لا على هذا ولا على هذا. وكانت العرب إذا وقعت في مأزق تلفظ بالكلمة، فالكلمة إذا لفظت تجري مجرى المثل. فقالت يومها: تمرد مارد وعز الأبلق، تمرد مارد وعز الأبلق. التمرد يكون في الجن، في العفريت، فأخذت اللفظ هي هنا، لأن مارد اسم حصن، وهو في نفس الوقت يطلق على الجان،
والأبلق طائر معروف لكنه يقولون إنه يضع بيضه في أعالي أعالي الجبال يصعب الوصول إليها. فلما أرادت أن تقول الأبلق وهو حصن على الأرض جعلت لفظ كلمة عزة أي امتنع، لأن عزة في اللغة بمعنى امتنع. فقالت الكلمة الشهيرة أو المثل الشهير: تمرد مارد وعز الأبلق. فأصبحت مثلا يجري على الألسنة في كل شيء يحول بينك وبينه أشياء أو لا تستطيع أن تصل إليه أو لا تستطيع أن تحكم قبضتك عليه. هذا القصر الحصن ورثه السمو عن أبيه وعن جده الذي بناه عاديا وسكن فيه. لما سكن فيه السمو جاءه امرؤ القيس. امرؤ القيس شاعر معروف، وكان الملوك يأنفون أن يكون أبناءهم شعراء، فلم يكن هناك حظوة لامرئ القيس عند أبيه، لكن أباه قتل. فلما قتل أصبح امرؤ القيس واقعا حالا ضرورة مطالب بأخذ ثأر أبيه، فأخذ يجمع السلاح والعتاد ليقتل من قتل أباه، حتى جمع سلاحا وعتادا وأراد أن يستنصر بقيصر. فلما أراد أن يستنصر بقيصر مر على السموأل في حصنه في الأبلق وأعطاه العتاد من السلاح والكراع وما تقوم وآلة الحرب آنذاك، وجعلها أمانة عنده ريثما يعود بجيش ورجال فيأخذ السلاح فيعود إلى قومه الذين قتلوا أباه فيحاربهم. نعم. وأعطاه المواثيق السموأل على أن يحافظ على سلاح، وذهب امرؤ القيس. والعرب تسمي امرؤ القيس ذو القروع، وتسميه أسماء عديدة، يعني الملك الضليل. جاء أحد خصوم امرؤ القيس إلى السموأل، طالبه بعد أن حاصر الحصن بأن يسلمه السلاح وعتاد امرؤ القيس، لكنه أبى، فاضطر إلى أن يحاصر الحصن. فحاصره أياما وليالي حتى مل، وغلب على ظنه كما امتنع على الزباء أن يمتنع عليه، وهم بالقفول راجعا. لكنه لما عزم على هذا وقبل أن تقوم المطايا بأيام أو بلحظات، إذا بابن للسموأل قادم من الصيد ويريد أن يدخل قصر أبيه، فقبض عليه خصمه الذي يحاصر الحصن وهدده أنه إن لم يعطه السلاح قتلت ابنك وأنت تنظر، فقبل. قال: كل ذلك لكني لا أخ من ائتمنني. قبل بقتل ابنه. فذبح ابنه وهو ينظر من أعالي القصر. لا إله إلا الله. وهذا كله وأنت تعلم لا دين، هذا في الجاهلية. نعم. لكن المروءة والوفاء شيء يجري في الدم. فأبى أن يسلمه أي سلاح، فذبح ابنه وانصرف. يشعر أنه لما ذبح الابن هذا القاتل أنه شفى شيئا من غليله، كونه يمتنع عليه بسلاح عدوه. فقال السموأل بن عادية: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. الكندي امرؤ القيس، إنه من كندة. وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. ولا شك أن الوفاء هنا عزيز، وهو في الناس قليل كما ترى، وهذا بدأ يعني يقل في الناس، وقد مر معنا في لقاءات ماضية وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء الصحابة وفاء كثير من القمم التي عرفها التاريخ في في الوفاء، وهو من أعظم حلل الرجال. والرجال إنما كما أن النساء يعني جبن شرعا وطبعا على أنهن يتزين بالحلي، فإن الرجال إنما يتزينون بالمروءات والوفاء والأقاويل الطيبة وحفظ الذمار والمواقف. نعم. يقول عمرو بن معدي كرب: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثنا حمدا، لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدا، نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا، ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا، أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عدا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف. اللهم متعنا بمن نحب، اللهم متع بنا من يحبنا. فنعود نقول هذا كله في مجرى الوفاء. إذن الجاهلية عقديا ليست بإرث، لكنها خلقيا فيها إرث عظيم.
ولا يستعجل أحد في ذم الجاهلية كلها. لو لم تكن الجاهلية أرضا خصبة يعني العرب بدلا من كلمة الجاهلية، لو لم يكن العرب أرضا خصبة لمعادن الرجال لما كان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. يعني الإنسان ابن بيئته. نعم. مهما بلغ، فالله جل وعلا حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم مما كانت عليه أغلاط العرب في جاهليتهم عقديا وسلوكيا، لكن ما كانت عليه العرب من حفظ الذمار وإقراء الضيف وإغاثة الملهوف وإجارة ونصرة المظلوم، هذه القيم التي كانت موجودة عندهم كان النبي صلى الله عليه وسلم متحلم بها أعظم الحلة صلوات الله وسلامه عليه. قل شوقي وإذا وفيت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. كأن الوفاء مجسم في شخصه صلوات الله وسلامه عليه مع زوجاته مع أهله مع حتى مع خصومه كما في حديث جبير بن مطعم. هنا نقول إن هذا الحصن ضربت به العرب المثل، قالت الزبات مرد مارد وعز أبلغ، جرت حوله أحداث كما سمعنا، وكذلك كانت في العرب أماكن ومواطن شهدت أحداثا كبارا ارتبطت بها. أحيانا الأحداث ترتبط بالمياه، ذي قار هذا ماء، وارتبطت فيه موقعة العرب مع الفرس وهو أول يوم غلبت العرب فيه الفرس، وبدر اسمه ماء وارتبط فيه المعركة الشهيرة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. حنين وادي ارتبطت به معركة يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، طبعا حنين الآن هي الشرائع التي في مكة، يعني 13 كيلو كيلا عن مكة تقريبا بعد بعد الأنصبة موجودة في الحرم هي وادي حنين على الصحيح، هي الوادي الذي صارت فيه معركة حنين وأوطاس أعلى منه. فالمقصود العرب الأماكن الأودية الجبال أحد مثلا تضرب بها تصبح منارا تصبح طريقا تصبح هدى من خلاله، من إنسان إذا استطاع أن يقرأه جيدا يفقهه يصل إلى مكاسب عديدة في تثقيف نفسه وإذكاء عقله وإكمال مروءته، ولا بد من هذا. أما أن ينتظر الإنسان أن الأشياء هذه تعطى من غير سبيل صعب، لكن الإنسان يخالط الكبار يخالط أفاضل الرجال يجالس العقلاء ويقرأ في التراجم في كتب التراجم، وقبل هذا وبعدها يتأدب بأداب القرآن والسنة. فمن قدر له أن يصل إلى مثل هذه الأمور وينالها في نفسه ثم رزق عزيمة صادقة وقوة وحفظا من الله أن يأتيها ويحافظ عليها وأن يرد بها وجه الله نال خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم. آمين. أعزائي المشاهدين نتواصل معكم، ومن أراد أيضا أن يتواصل معنا فسنجد أيضا الأرقام تباعا موجودة على الشاشة، نتواصل مع فضيلة الداعية الشيخ صالح من عواد المغامسي. واليوم طبعا لقاءنا حول التعريفات، ولكن مفتوح الباب لمن أراد أن يسأل في أي شيء، يسأل في أي شيء إن شاء الله تعالى. أجبنا ما لم نعلم، قلنا كما قالت الملائكة عند ربها. نعم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إلا ما علمتنا. فضيلة الشيخ، يعني أيضا ننتقل نقلة أخرى في قضية، نحن في شهر رجب الآن وفيه غزوة تبوك، ولا تذكر هذه الغزوة المباركة إلا ويذكر ذلك الصحابي الجليل ذو البجادين، نريد بسط الحديث عنه رضي الله عنه. رضي الله عنه. غزوة تبوك كما تعرف كما تعلم سميت بجيش العسرة، قد كانت في رجب شهر الله الحرام في سنة 90، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر غزوة غزاها صلوات الله وسلامه عليه. نقف عند ذو البجدين ثم نجدنا وقتا نعرج على القضية نفسها. الهجرة إلى الله ورسوله من أعظم المناقب التي يتحلى بها الصالح، والله جل وعلا يقول فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، الصحيح أنها مقصود بها إبراهيم. فالهجرة إلى الله جل وعلا من أعظم مناقب الصالح. ذو البجدين اسمه عبد العزة في أول ما ولد، مات أبوه صغيرا كفله عمه أغدق عليه أعطاه، لما أغدق عليه عمه وأعطاه أصبح لعمه عليه فضل. يد وفضل. جاء الإسلام بنوره، سمع عبد الله هذا الملقب آنذاك والمسمى بعبد العزة بخبر النبوة، أطلع عمه على هذا، تلكى عمه كل يوم يعده أن يسلم غدا، تأخر إسلامه، غضب على عمه، هم بالهجرة، منعه عمه، أصر على أن يهاجر، فتنصل عمه عن كل ما سلف وسلبه كل ما أعطاه.
لكن من أقبل على الله بقلبه لن ينظر إلى عطايا المخلوقين. لم يبقى له إلا بجاد، والبجاد الكساء الغليظ، البجاد الكساء الغليظ. حملك تغطى يستر عورته ببجاده، وقدم من جبال يقال لها ورقال، إلى الآن موجودة طبعا عالية جدا. الذهب إلى مكة طريق جدة القديم غير بعيدة عن المدينة المنورة، نزل من هنالك، قدم المدينة لما أقبل. الفهم هذا من الله، يعلم أنه قادم على النبي صلى الله عليه وسلم، قطع بجاده قسمين، شيء أعلاه به جعله رداء وأدناه جعله إزارة. لما علم الناس بصنيع هذا لقبوه بذي البجادين فغلب على اسمه. فورد كما ذكر أهل الأخبار أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه، قال عبد العزة، قال بل أنت عبد الله. والصحابة كنوه أو لقبوه بذي البجادين فأسلم. أدركته غزوة تبوك، فورد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يموت شهيدا. هنا تأتي مسألة عظيمة، هي قضية النية والحفظ الإلهي. سأل الله أن يموت شهيدا، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. قال عليه الصلاة والسلام اللهم احفظه من سيوف الكفار. الآن شيخ عبد الرحمن لما يقول عليه الصلاة والسلام اللهم احفظه من سيوف الكفار، هذا معناه أنه لن يموت شهيدا، لن يموت شهيدا قطعا. قال ما هذا سألت يا رسول الله؟ فقال إنك إن خرجت غازيا فمت مت شهيدا بنيتك، ليس بالضرورة أن تقتل، ليس بالضرورة أن تقتل. الله. ذهبوا الركب ذهب الركب الميمون إلى تبوك، لم يكن هناك حرب. أناخ النبي صلى الله عليه وسلم المطايا، جعل معسكرا. في إحدى الليالي حمى، أصابته الحمى، عبد الله ذو المجادين أصابته الحمى، حم توفي. في الليل دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله، ويقف على رأسه الشيخان أبو بكر وعمر يحملان من ذا البجادين، عبد الله بن مسعود ونعم الشاهد كان حاضرا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو في القبر نازل لأبي بكر وعمر أدلي إلي أخاكما، ثم وضعه في قبره. ورد أنه قال اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود فوالله لوددت أنني صاحب هذا القبر وقد أسلمت قبله 15 عاما، لأن عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين، ممن أخذ القرآن رطبا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر أو المقطوعة من السيرة قليلة الألفاظ، ليست مليئة بالأحداث، لكنها زاخرة بالعبر والعظات والمعاني الجليلة. عظمها من صدق مع الله صدقه الله، أبدله الله بدل البجادين الذين كان يرتديهما ويأتزر بالآخر يدي أبي بكر وعمر يحملانه. وأبدله الله جل وعلا بعد ذلك بأطيب من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يضعه في قبره. وقطعا ليس سهلا أن يكون آخر عهد رجل بالدنيا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن سواد بن غزية طلب أن يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وبدنه، وقال حضر ما ترى، في القصة المعروفة. لأن الإنسان إذا كان آخر عهده بالدنيا مسجد صلى فيه أو طواف بالكعبة أو عمرة كان يريد أن يأتيها أو قرآنا كان يقرأه أو تسبيحة كان يسبحها أو صلاة فريضة لتوه فرغ منها، لا شك أن هذا نوع من المبشرات. الله أكبر. يعني الإنسان العاقل يكثر مثل هذه الأعمال حتى إذا جاءه الأجل لا يخطئ واحدة منها، ما بين صلاة وصدقة، وذكر لله وطواف وسعي. والله أعلم على أي حال يقبض عبده، لكن مهما كان أعظم من هذا القلب وتوجهه وإقباله على الله جل وعلا. وهذا أعظم ما يمكن أن يؤخذ من هذا الخبر، فإن خبر ذي البجادين لا يجهله الناس، مشاع في السيرة ذائع يعرفه الصغار قبل الكبار. لكن القضية كيف يقتبس الإنسان من هذه الأخبار المعاني السامية التي تقربه إلى الله جل وعلا الواحد
القهار. كم جاء الشيطان إلى ذي البجادين قبل أن يهاجر إلى المدينة يذكره بمتاع عمه وبحبوحة العيش والطرف الذي كان فيه وأن هذا سينقطع، لكنه آثر أن يقبل على الله، والتجارة مع الله جل وعلا تجارة رابحة. ثم انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من سيوف الكفار. ولا يعرف الشيء دائما بنقيضه، هذا خطأ. يعني لابد أن يفهم كل سياق في الأحاديث على بابه، وبعض القواعد التي وضعها بعض أهل العلم لا يصح إمرارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا إن الحفظ من سيوف الكفار منقبة، فمعلوم أن كثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماتوا بسيوف الكفار. فلا يعني هذا أن الموت بسيوف الكفار مثلبة عند الله، محال. هذا شيء، هذه شهادة وهي أعظم من هذا. لكن لكل أحد خصيصة أراد الله جل وعلا أن يخص بها، بل إن أنبياء الله بعضهم مات على يد الكفار، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكن ينبغي أن يعلم أن يعني كما قال بعض أهل العلم أن كثيرا من الأمور كل منها لها مجراه، له طريقه، فلا يصح خلط الأوراق عند الحكم، ولا بد من التبيان والفهم عن الله وعن رسوله حتى لا ينجم عن فهمنا السيء قول سيء نسيء به للدين من حيث أردنا أن نحسن. ولهذا قال الله: وما يعقلها إلا العالمون. نكمل ولا في شيء؟ أستاذنا فضيلة الشيخ، هناك اتصالات تنتظرنا. الأخ أبو محمد، السلام عليكم. الأخ أبو محمد، السلام عليكم. الأخ ماجد سلطان من المملكة العربية. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفحالك يا أخ الشيخ عبد الرحمن؟ حياك الله أخ ماجد، تفضل يا أخي. كيفحالك؟ حياك الله. أغبطك بالجلوس أمام الشيخ. تفضل يا أخ. تفضل يا ماجد، معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لهذا أنا عندي، كيفحالك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ ماجد. الحمد لله، جزاك خير. طيب. الحمد لله بخير من الله وعافية. بالنسبة أنا عندي سؤالين. تفضل يا ماجد. الأول، تسمعني الصوت واضح؟ الصوت واضح، بس تفضل يا صالح يا ماجد. طيب، السؤال الأول يعني بسأل عن علي رضي الله عنه، عندما يقولون له كرم الله وجهه، يعني أريد أن أفهم يعني كرم الله وجهه. والسؤال الثاني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا صراحة يعني من أهل تبوك يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلها دار مرور لا دار قرار. أريد أن أفهم هذا. وسبب آخر شيء يعني أحب الشيخ، والله مستعنا بحبه، ومتعه الله بحب من يحب. جزاك الله خير. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. إلى العراق بعمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حالكم يا أخوان؟ الحمد لله. الله يكرمكم، بارك الله فيكم. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا ابا شيخ صالح. حياكم الله، بارك الله فيك. يا اخي احنا ما لنا حصه فيك، يعني ترى يعني انت دخلت في قلوبنا صراحه. اللهم استعان، الله يجزاك عنا خير. بارك الله فيك. عندي صراحه والله اسئله كثيره، ما اقدر اسالك اياها حتى، يعني كثيره جدا، ولكن ودي اشرح لك بعض يعني احنا بالعراق صراحه كهرباء ضعيفه، انترنت ما عندنا، و يعني حبذا لو تعطينا يعني طلب عندك يعني هاتفك نخابرك، لان احنا نستمر يعني بال يعني الناس تسالنا بعض الاسئله. خير ان شاء الله يا ابو عمر. صراحه ما انت تريد رقم الشيخ؟ الله بيكم. رقم الشيخ لعله موجود ان شاء الله عند يعني الاخوه في الهندسه. طبعا اذا ما يعني انا ما اريد احرج يعني بعد اذنه طبعا. لا لا ابدا ان شاء الله. بارك الله بيكو، أني ما نقدر هم نسأل كل واحد، لأن هي كل شو يقول كل فارس رجل هو فارس بالعلم ما شاء الله، جزاه الله خير، ما أريد نحمده أول. ويجزاك إن شاء الله أبو عمر. بارك الله فيه. والله تأخذ الرقم إن شاء الله من الأخوة في الكنترول إن شاء الله، يعطونك الرقم بإذن الله تعالى. الأخ سلطان أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. منور ما شاء الله. الله يجزيك الخير. الله يخليك. ممكن نكلم الشيخ؟ معك الشيخ يا اخي، تفضل. كيف حالك يا استاذ صالح؟ حياك الله اخ سلطان. جمعنا الله واياك في جنات النعيم مع المصطفى. اللهم امين. اللهم امين. يا استاذ صالح. نعم. عندي سؤالين.
وما لها دخل في الموضوع اللي انت فيه. تفضل. عندي سؤال في المواريث. تفضل. هل يرث الأخوة والأخوات من أخوهم الذي ترك بنت ولم يكن له زوجة أرمل؟ ترك بنت وليس له زوجة. أي نعم، ماتت أرمل. طيب. والسؤال الثاني، في معنى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو إن الله يحب إذا آتى العبد رخص أن يأتي رخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة قصدك؟ أيوة هو هذا الحديث. نعم. الآن في قصر الصلاة لما أكون أنا مسافر لبلد، هل يجب علي أن آتي الرخص ولا أدرك الصلاة مع الجماعة؟ طيب خير إن شاء الله يا سلطان، السؤال واضح. الأخ سمير من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخ سمير، تفضل يا أخي. الله يحييك، كيف حالكم شيخ؟ حياك الله أخ سمير. والله يا شيخ أريد منك بعض توجيهات فيما يتعلق بالحجاب المرأة. نعم. ويعني أنا معي أمي وغافلة قليلا عما يتعلق بالحجاب الشرعي، وأريد بعض توجيهات من الشيخ كيف تلبس شرعيا، لأن هنا في فرنسا عندنا اللباس تغطي لا تغطي وجوههن، ويلبسون الجاكيتة ويعملون عليها يعني جاكيتة قليلا ضيقة، ويعملون عليها يعني على رؤوسهن ما يسمى بالحجاب هنا، ولكن نعم. الأخ سمير، أيوة. الحجاب له وصف شرعي إن شاء الله، والشيخ سيبين فيه بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله، سواء كان في فرنسا أو على القمر، الحجاب له وصف شرعي يؤخذ إن شاء الله. فضل الشيخ، تواصل في سيدنا ذو البجدين رضي الله عنه، نجيب أو نجيب على الأخوة. طيب، الأخ ماجد في قول رضي الله عنه لسيدنا علي بن أبي طالب، ويقول كرم الله وجهه، يقال لسيدنا علي بن أبي طالب تحديدا. علي بن أبي طالب لأنه أسلم صبيا، نعم، رضوان الله عليه، لذلك اشتهر عند البعض أن يقال في حقه كرم الله وجهه، والمعنى نعم. أن الله كرم وجهه أن يسجد لصنم، هذا المعنى. نعم. أن عليا لم يثبت أنه سجد لصنم لكونه أسلم وهو صبي. نعم. فلم يكن على دين قومه. وبعض أهل العلم، كثير من العلماء، يرى أنه لا يحسن تخصيص علي بهذا، ويقولون إن كثيرا من الصحابة ربما لم يكونوا على هذا، يعني لم كانوا مثل علي، يعني لم يكونوا على حال قومهم، إما أسلموا صغارا مثل عبد الله بن عمر، أو أنه لم يثبت أنه سجد لصنم مثل أبي بكر. ولأجل ذلك يحصل نزاع، يعني أحيانا إذا قال رجل ما علي كرم الله وجهه، احتج المخالف وقال لا تقول كرم الله وجهه، لكن ينبغي أن الإنسان يكون عاقلا. فأحيانا يكون الاسم بالغلبة على شخص، لكن لا يعني نفيه عن الآخرين. فإن وجدنا أن هذه الغلبة حقيقة في حقه، ليس هناك مسوغ أن نمنعها عنه، مع إجلالي لمن يقول بالمنع من علمائنا. مثالها، نحن نقول الكليم موسى، ولا ريب أن موسى كلمه الله بنص القرآن، وكلم الله موسى تكليما. والله قال إني اصطفيتك على يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ونعلم أن الله كلم غيره من الأنبياء. نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. منه إشارة الجمع. إيه، إشارة إلى أن بعضية فيها عدد، منها حديث أبي ذر سئل عن آدم عليه السلام قال النبي مكلم، والمحفوظ أن الله النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه يوم ليلة المعراج، فليست التكليم محصورا في موسى، كلم الله غير موسى، لكنه بالغلبة على من؟ على موسى. ولا يعني ذلك سلب هذه الخصيصة غيره من الأنبياء. فإذا جاء بالغلبة أن علي ثبت لصغره، لصباه، لإيمانه منذ صغره، لنومه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لمناقبه هذا رضوان الله عليه، أن يقول أحد كرم الله وجهه، أرى مع إجلالي أعيد لعلمائنا من السلف والخلف في الذين يمنعون هذا، أنه لا مسوغ للمنع،
ولا حرج أن يقول الإنسان عري كرم الله, كرم الله وجهه, وليس فيه هذا, ليس بهذا التخصيص ما يشين غيره من الصحابة. فعندما نقول الصديق أبو بكر, وهل بكون يعني غير صديقيين؟ صحيح أنه ليس في منزلة أبي بكر, نعم, لكن لا يعني أن ليس في الأمة إلا صديقا واحدا. الأمة فيها صديقون كثيرون, لكن منازلهم تختلف. نعم. وأعلاهم رتبة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه, بل أعلى الأمة. فهذه الأمور لا يصح أن يعني يكون قضية شيء مخالف تريد أن يعني تكسره أو تهضمه أو بطرائق مثل هذه أبدا. لعلك يعني لا بد أن نعرف أن المسلمين مسلمون. نعم. وليس المقصود يعني, وأي شيء يجمع بين أهل الملة ينبغي توخيه. نعم. وينبغي الحرص عليه مهما ما أمكن لذلك سبيلا, ما دام أن هذا الذي يجمع الأمة حق, ما دام الذي يجمعه حق, لا ليس هناك يعني ليس هناك مسوغ لأن داع أن لعلنا كنت يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه فنجمع الجميع في الرضوان. إيه لو قال رضي الله عنهم لا جدال لك, يعني نقول لو فرضنا قال كرم الله وجهه لا بأس زيادة لا بأس فيها. نعم. يعني لا يمنع أن يقول عندما نقول موسى عليه السلام أو أن نقول الصفي موسى, لا يمنع أن نقول الصفي النبي موسى الرسول موسى. نعم. وأحيانا الإنسان حتى يذهل لا يدري ماذا يقول. يعني عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث الإفك وكانت في حالة من الحزن رضي الله عنها عن أبويها, قالت لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح, تقول نسيت اسم يعقوب. فالإنسان يمر بأحوال ضعف وعجز ونسيان وذهول, ولا يصح أن نحاسب بعضنا بعضا على كل كلمة قيلت قصدنا أو لم نقصد. نعم. فتح لك الشيخ صالح. أيضا الأخ ماجد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلها دار مرور لا دار قرار. على علمي. نعم. وعلمي قاصر, أنا هذه أول مرة أسمع بهذا الخبر. نعم. ولا أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تبوك اللهم اجعلها دار مرور لا دار قرار. قد يكون هذا موجودا, فعدم العلم ليس علما بالعدم. الشافعي رحمه الله يقول ولا أعلم أحدا حفظ السنة كلها. نعم. هذا الشافعي يقول, ماذا نقول نحن؟ لكن على قراءاتي على ما علمني الله إياه لم أقف على خبر مثل هذا ولا أظنه يصح. نعم. نعم. فهو لأنه من أهل تبوك ربما يعني غلب على ظنه أن الحديث صحيح فأصابه شيء من الحزن. أنا أقول له إلى الآن لا نعلم لهذا الحديث صحة, لكن نتأكد من غيرنا. نعم. الأخ سلطان يسأل في المواريث, قلنا المواريث من اللقاء الماضي. نعم. نتجنب الإجابة عنها بإذن الله تعالى, لأن المواريث أنا قلت قبل يعني لست فرضيا ولا أحب أن أجيب عنها البتة, لأنها في النقل يحصل أغلاط. نعم. ودائما لابد أن نعرف الفتوى غير القضاء. فإذا جاءك أحد يسأل عن مسألة تخصه أجبه, أما إذا تخصه وتخص غيره لا تجبه. جميل. أنك لا تعلم كيف ينقلها عنك, وإنما هذا أشبه بالقضاء, فلا بد أن يرضى الآخر بقولك. نعم. قبل أن تقوله. نعم. الأخ سلطان يسأل في قول في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما الحديث صحيح. أي نعم. كأنه ذكر قضية الصلوات. قضية الصلوات في السفر. الصلاة في السفر الأصل فيها القصر. هذا الأصل. الأصل فيها. هي القصر. نعم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يعني يتمون في السفر ركعتين ركعتين صلاة السفر في الرباعية طبعا. نعم. فعلى هذا الأصل فيها أنها ركعتان, لكنه لو صلى خلف الإمام في جماعة يتم صلاته على مذهب الجمهور, وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس لما سئل قال بماذا مضت السنة, وبعض أهل التحقيق يرى أن الحديث فيه ما لا يعضده. بقي قول مالك وهو أنه يصليها ركعة. اختلفوا أي الفقهاء في قضية من كان مسافرا هل يلزمه إجابة النداء أو لا تلزمه. فمن قال بأنها تلزمه أخذ بعموم الأحاديث وعليه أكثر علمائنا, ومنهم من قال لا تلزمه, قال إذا الجمعة سقطت عنه فمن باب أولى أن تسقط عنه الفريضة. نعم.
لكن أحب إلي التالي، وأقول أحب إلي لأني لا أحب أن أقع فاصلا بين العلماء، لما أنا أقول ما علمني الله إياه، وإلا المستفتي على دين مفتيه. فأقول أن الإنسان إذا سمع النداء يتوخى الإجابة، خاصة في صلاة الفجر والعشاء، خوفا من أن يدخل في عداد المنافقين، ما لم يكن لديه تعب أو عناء جاء قادم من سفر شق عليه ويصعب عليه أن يذهب إلى المسجد. الحالة الثانية، إذا دخل المسجد في صلاة الفجر والمغرب لا تثريب، ولو صلىها في داره أو صلىها في المسجد فتصبح على ما هي عليه، فبقينا في الرباعيات، الرباعية في العصر والظهر قبلها والعشاء. فنقول إذا دخل المسجد والإمام في أول دخل الصلاة من أولها مع تكبيرة الإحرام يلزمه الإتمام، وإذا دخل وقد بقيت ركعتان فلا يلزمه الإتمام، يسلم مع الإمام، مع إمامه، لأنها تجب عليه ركعتين وقد وقعت على أنه أداهما على أنهما ركعتان. بهذا في ظني والعلم عند الله أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. الأخ سمير من فرنسا فضيلة الشيخ صالح يسأل حول توجيه كلمة للحجاب الشرعي، حجاب في فرنسا يلبسون، نريد وصف الحجاب الشرعي فضيلة الشيخ. الحجاب الشرعي أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها. نعم. فأما المتفق عليه تغطية شعر رأسها وتغطية سائر بدنها. نعم. وبقينا في الكفين والوجه. وفيهما خلاف معروف بين بين الفقهاء، وخير لها أن تستر وجهها، لكن المدن والدول والمواطن تختلف من بلد إلى بلد. نعم. والأفضل أن الأحوال هذه الشخصية أن يسأل عنها أهل البلد، علماء البلد أنفسهم. لكن يحصل الآن في بعض البلاد العربية وفقنا الله وإياهم لكل خير، أن نرى بعض النساء تجتهد في ستر شعرها ووجهها، يعني تبقي وجهها باعتبار أنها ترى قول صحة قول من يقول بالجواز، فتغطي رأسها، تخمر رأسها ولا يظهر من شعرها شيء، لكنها لا تبالي بلبس الضيق فيما سفر، وهذا تناقض كبير، وهذا موجود. نعم. والقضية الخطأ العظيم أن تعتقد أنها تحجبت. يعني فرق، لأن إذا اعتقدت أنها قصرت ستراجع نفسها يوما من الدهر وتعود. نعم. لكن إذا اعتقدت أنها تحجبت ستبقى على هذا حتى الممات. نعم. وهذا مهلكة، مهلكة لها وفتنة لمن يراها. نعم. مهلكة لها وفتنة لمن يراها، لأنها أن تلبس بنطالا ضيقا وتقول أنني لبست عليه مثلا ما هو أعلى. نعم. كما طويلة ولبست ولم أظهر من شعري شيء إلا الوجهان، إلا الوجهين. نعم. وأنا إلا الوجه، وأنا أرى أنه يجوز كشف الوجه، يعني هي تقول. نعم. وأنا أرى أنه يجوز كشف الوجه، فعلى هذا ليس بصحيح، هذا ليس بحجابا شرعيا. حجاب الشرعي ما إذا لبسته المرأة تطرد عن نفسها الفتنة ما أمكن، بمعنى أن يكون فضفاضا، أما اللون لم يأتي في الشرع تحديد اللون، لكن لا يأتي مجسما، لكن لم يأتي في الشرع نص بتحديد اللون. والمهم جدا تغطية الرأس وتغطية سائر البدن، وقلت أن الوجه والكفان، إن الوجه والكفين فيهما الخلاف معروف، وإن كان الكفان يعني قليل من قال بالتغطية فيهما. نعم. الأخت زهرة من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. جزاكم الله شيخ، لو سمحت سؤالي، ماذا يندرج تحت نطاق بر الوالدين؟ ماذا يندرج تحت نطاق بر الوالدين؟ طيب، ويا ترى يعني إذا كان حسيت أن الوالدين لهم طلب معين وأنا لا أستطيع أداءه، يعني سواء كان ماديا أو معنويا، هل أذنب إذا لم أستجب لهذا الطلب؟ يا أخت، يا أخت زهرة، الوالدين أحياء أم موات؟ نعم. الوالد والوالدة أحياء؟ والله الوالدة بس. متعك الله بها، خير إن شاء الله يا أخت زهرة. سؤال ثاني؟ ثاني لو سمحت، أيوة، كتاب يكون للمبتدئين في مجال النحو والإعراب، وجديد الشيخ في رمضان، الله يجزاكم خير.
رمضان الشيخ معركة طويلة ولا مجال للكلام عنها الآن. دعواتكم الله يسر له حيث ما كان. أيضا الأخ حمد من بريطانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. الله يبارك فيك أخوي عبد الرحمن. نبي نكلم الشيخ يا أخوي عبد الرحمن. تفضل شيخ معك يا أخي. السلام عليكم يا شيخ صالح. حياكم الله يا أخي عبد الرحمن. حياك الله يا شيخ حمد. يا شيخ ما هي الأمور التي تعين على طلب العلم يا شيخ؟ أبشر. وهل يجوز طلب العلم على الأشرطة أو الإنترنت، استعمال الإنترنت في طلب العلم؟ والسؤال الثاني يا شيخ، عندنا احنا في بريطانيا نجمع في صلاة المغرب والعشاء مع بعضهم. السبب يا حمد، انت طالب ام مقيم هناك؟ لا طالب يا شيخ. من كم سنة يا حمد؟ توا حوالي 9 شهور. 9 أشهر وانت تجمع ما بين المغرب والعشاء؟ لا حوالي شهر نجمع بين المغرب والعشاء. شهر خير طبعا. خير إن شاء الله، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا أخي عبد الرحمن. حياك الله يا أخي، حياك الله يا حمد. الأخ ماجد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد الله وقاتكم بالخير إن شاء الله جميعا. وإياكم. أشكر قناة قبر. حياك الله يا أخ ماجد، تفضل يا أخي. يا أخوي الشيخ جزاه الله خير، إذا كان يسمعنا ترى نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخ ماجد، الله يحييك. حتى أولادا نربيهم على حبك إن شاء الله. الله يجزاك الخير. الله وإنا إليه راجعون. تفضل يا ماجد. الله يسلمك يا شيخ، أنا عندي والله للشيخ طلب وسؤال. نبدأ بالسؤال. قال عمرك اللي هو إذا كان مديرك يعني تجنى عليك في العمل، يعني يحاول دائما يحرمك من ميزات المفروض أنها تروح لك، الميزات هذه يحاول هو الآن يتجنى عليك مثلا، اما بخصميات مثلا او منعك مثلا من مكافآت او انتدابات. نعم. اسوة بالزملاء مثلا. نعم. والشيء الثاني يا شيخ، ترى اهل حائل يدعونك لزيارتهم. الله يشرفني. هذه نترككم انتم. والله انا نيابة عن اهل حائل ان شاء الله، على راس اميره ان شاء الله. ان شاء الله تعالى يا ماجد، موفق ان شاء الله يا ماجد. شكرا لك بدعوتنا، ترى والله وجوده ينقصنا بحايل. ابشر 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 يا اخ، كان والله انا مبيت يعني، هذا وعد منك يا شيخ. والله انا كنت مبيت الليله في حايل، اشهد الله، في عرس لاحد الفضلاء هناك لاخوي، وعدته ان اتي، لكن حال بيني وبينهم البرنامج. حياك الله يا الله شيخ باي وقت، بس نتمنى انك يا شيخ تجلس تطول عندنا. ان شاء الله ان شاء الله يا ماجد، موفق يا أخي الكريم. نعم. جزاك الله خير يا ماجد. معنا الأخ خميس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ عبد الرحمن. حياك الله، لست شيخا. لو سمحت أكلم الشيخ صالح. تفضل يا أخ خميس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. يا شيخ طال عمرك وأنا تقول في الجرائد والأوراد اللي مكتوب فيها اسم الله عز وجل ترمى في الشوارع وتطاها السيارات والناس ولا حد يلقي لها بال. نعم. يجيبك شيخ فيها بإذن الله تعالى. إن شاء الله. حياك الله يا خميس. حياك الله. فضل الشيخ. من الوقت الباقي من الوقت 10 دقائق. على عجال إن شاء الله. هذا نأجل هذا نجاوب على الأسئلة. بإذن الله تعالى. الأخت زهرة من المملكة العربية السعودية تقول ماذا يندرج تحت نطاق بر الوالدين؟ بر الوالدين شأنهما عظيم، تضافر الكتاب والسنة والأثار على عظيم حقهما، لكن يقيدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. نعم. وقبل ذلك قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا الإنسان عجز عن أن يقوم بالشأن الذي كلفته به الوالدة أو الوالد. نعم. فلا أقل من أن يأتيهما بطيب القول وتطيب الخاطر. نعم. خير عندك تهديها ولا مال فليحسن النطق إن لم تسعد الحال. نعم. والنبي والله جل وعلا يقول خير من ذلك إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. جميل. قال قبلها ربكم أعلم بما في نفوسكم. نعم. وهذه جاءت في حق الوالدين، فالإنسان إذا طابت نفسه
وكان خاطره طيبا نحوهما محبا لهما مجلا معظما لهما لا يضيره أن يكون هناك تقصير فيما الشيء الذي لا يقدر عليه لكن الرفض أو المنع إنما يكون بالملاطفة وبالحسنى لعظيم حقهما الذي أوصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. نعم طبعا أنا أجيب بسرعة حتى الوقت الجميع. كتاب للمبتدئين في النحو كثيرة لكن النحو الكامل أو النحو الشامل ينفع. نعم إن شاء الله تعالى. الأخ حمد من بريطانيا يقول في السؤال الأول الأمور التي تعين على طلب العلم وقضية الأشرطة والإنترنت. طبعا هذه طويلة الحديث فيها لكن نعم. الأشرطة بلا شك نفعت إذا استطاع أن يأخذ أشرطة نافعة لدروس لثقات العلماء ثم دونها وحررها وراجعها أنها تؤهل منه أن يكون طالب علم برحمة الله وفضله مع المداومة على ذلك. هو في قضية السفر. الصلاة المغرب نعم. والعشاء أنا حضرت عندهم هنالك وهم لديهم فتوى من بعض الأجلاء بجواز هذا لأن المغرب أحيانا يتأخر نعم. والعشاء يكاد يكون قريبا من الفجر فلو انتظروه يعني ذكروا بعض الضوابط أنا قلت لهم حينها أحب إلي ألا تفعل لكني لا أستطيع أن أمنعهم وقد أفتاهم بعض أهل بلدهم فيه لكن أحب إلي أن يفصل بين مغربي والعشاء ولو شيئا يسيرا ما داموا في دار استيطان ومع أن المغرب والعشاء بمثابة الشيء الواحد لعموم قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فصل قرآن الفجر وجعل الأمور الباقية أشبه بالشيء الواحد. نعم فضل الشيخ وهذا الحال مستمر طول العام؟ لا ليس طول العام مؤقت في وقت معين. نعم عندما يطول النهار. الأخ ماجد يقول إذا كان لديك مدير يتجنى عليك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه لكن أنا أقول له استعن ليس له لوحده لكل أحد يعني استعن على من ظلمك بأمرين لا تعصي الله فيه. نعم لا تعصي الله فيه هذا أهم شيء وأدعو الله لنفسك وقل في سجودك اللهم اكفني فلانا إذا خفته بما شئت. نعم. اللهم اكفني فلانا إذا خفته بما شئت هذا شيء ثاني لك أن تحتال لنفسك تتبع الطرائق لتأخذ الحق فقط تأخذ الحق لنفسك. نعم. لك أن يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها والظلم منهي منفي لا يقبل. نعم. لكن لابد أن تكون حكيما ولا تقبل أن يعني يستزلك من خصمك إلى الشيء الذي يريده. نعم. لكن أهم شيء لكن أهم شيء لباس التقوى ذلك خير. لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيك. الله نعم. الأخ خميس يسأل فضيلة الشيخ حول الجرائد المكتوب فيها والأوراق. هذا حق وهو موجود. نعم. ظاهر وما نصح إلا بخير وهذا يعني شيء يؤسف له موجود في أكثر البلاد. نعم. في السعودية في قطر في الكويت في العالم العربي حتى في بعض الدول تجعل جرائد موائد طعام. نعم في الغالب في الغالب. نعم. وهن وفيها اسم الله وهذا من جهل الناس بعظمة اسم الله وإسراف والإسراف في الأمر وعدم المبالاة وهذا واقع مما عمت به البلوى في غالب الأحوال. نعم. فيجب على الناس جميعا أن يتقوا الله جل وعلا في كل ورقة عليها اسمه وإن تعظيم ذلك من تعظيم الدين من تعظيم الله تبارك وتعالى وأن يتحرز الإنسان في مثل. نعم. هذه الأمور ولا يعني يجعل من جريان الأمر بين الناس كونه غالبا أو عادة أو عمت به البلوى أن يجعله مبررا لأن يصنعه نفس. نعم. الصنيع. هناك الشيخ فعلا ينظر إلى هذه القاعدة ما عمت به البلوى ويرمي في ويرمي. نعم. نعم. ويقول ما عمت به البلوى ويرمي. بالنسبة للأخت التي ذكرت رمضان. نعم. فرمضان نحن سنحقق إن شاء الله سيد عبد الرحمن إذا أذنت والإخوة هنا سنخصص حلقة عن شهر رمضان. أما الدروس ف يعني إذا أذن الله سيعرض لنا في القناة السعودية تفسير القرآن وفي غيرها إن شاء الله تعالى. أما هنا يعني حتى يكون الناس على بينة أنا والله أشرف جدا بالتعاون مع تلفزيون قطر وقد قلدوني وشاحا من الفضل والخلق سواء من مدير عام التلفزيون أو من شخصكم الكريم أو من أخي الفاضل أبو علي سيد يوسف مخرج البرنامج
أو الفريق العمل الموجود هنا أو في أهل قطر عموما، من ألقاهم في الطائرة وأنا قادم أو من ألقاهم من أهل قطر وأنا عائد، فلا يوجد مبررا واحدا للاعتذار. لكنني كما قلت لك أنا إمام في مسجد أسس على التقوى، وتكبيرة الإحرام فيه تعدل الدنيا وما فيها. فنقول إلى الآن الأصل البقاء في المدينة، لكن نقول كما قال الأنبياء قبلنا: إلا أن يشاء ربي شيئا، والخيرة فيما يختاره الله، وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد نفسه. والمهم أن يرزق الإنسان، أن يرزق الله العبد التقوى في أي مكان حل فيه. ونعوذ بالله أن يرى الناس من ظاهرنا يعني، الله المستعان. فضل الشيخ، احنا تكلمنا حول صحابي الجليد والبجادين وتكلمنا عن الهجرة. فضل الشيخ، هجرة المعاصي، نحن الآن في شهر الله المحرم، نعم، وقضية المعاصي هناك، كيف نهجر هذه المعاصي؟ وفقت في العرض. هجرة المعاصي من أعظم ما يطالب العبد به، نعم، لأن هجرة المعاصي إقبال على الطاعة، والطاعة عبد الله جل وعلا بها عباده. وهجرة المعاصي تحتاج إلى عزم، لأن الإنسان إنما يغلب من طريقين، من وسوسة الشيطان ومن ضعف نفسه. قال الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال فوسوس له الشيطان. فإذا الإنسان يدفع أذى الشيطان بالاستعاذة، ويدفع ضعف نفسه بالعزيمة، وكلاهما إنما يقوم بحول الله جل وعلا وقوته. ينبغي أن يرزق العبد الاستغفار، يفرح العبد بالاستغفار في أوقات الخلوة. يحاول الإنسان أن يذكر ربه كثيرا، فإن ذكره لله كثيرا يحيي قلبه. فإذا أقبلت المعصية تناديه، كان القلب حيا فيمتنع، لكن لم يكن القلب قد ألف أن يذكر الله في الخلوة، كاد أن يموت، يضعف، يسقم، يمرض. فلهذا إذا ندته المعصية قد يكون أقرب إلى أن يجيبها. لكن كما قلت، ذكر الله في الخلوة، تبارك اسمه وجل ثناؤه، به تحيا القلوب. وإذا أصبحت القلوب مطمئنة خاشعة حية، قل ما تستجيب للمعاصي، وإن كان كل بني آدم خطاء، لكن المهم في أوقات الخلوة، تأتي خلوة أحيانا حتى لو أراد الإنسان المعصية لا تتأتى، كخلوته على فراشه في بيته، يعني لا يوجد مثلا دوافع معصية، مثلا إذا كان متزوجا البيت يعج بالصبيان، وإذا كان كبيرا يعني لا، ليس في ساحات معينة يعصى الله فيها. هذه الخلوة لا ينبغي أن يكون الإنسان مجرد يألف فراشا ووسادة، وقتها ليس شرطا أن يشعر بك غيرك، يتفكر في عظمة الله، في مخلوقات الله، يأخذ اسما اسمين من أسمائه الله الحسنى التي قرنهما الله في كتابه، حاول أن يرددها، يقرأها، يرددها، يحيا به قلب. مثلا قول الله في الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لو ردد: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، حتى ينكسر قلبه ويشعر بعظمة الاسمين. غالب الظن أنه لو دعي إلى معصية يقدر على المنام. والموفق الله. والموفق الله. وفقنا الله وإياكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى الختام، نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، ودعواتكم للشيخ بأن يكون إن شاء الله في رمضان في حيث يشاء الله عز وجل، لا أريد أن نقول ذلك. نستودعكم الله، وعلى المحبة والخير نلتقي بكم دائما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.